بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الجزء العملي بسيكشن جديد، وهو عبارة عن جرام بوزيتيف باسيلاي ويز سبورز أو جينس باسيلس. بالنسبة للكلاسيفيكيشن أوف جرام بوزيتيف باسيلاي، تقسم على حسب البريزنس أور أبسنس أوف سبورز إلى تو كاتيجوريز: النون سبور فورمينج، ودي غالبا بتبقى ايروبيك زي الكوريني بكتيريا والليستيريا، وفي السبور فورمينج، ودي في منها نوعين: نوع اللي هو الايروبيك اللي هو جينس باسيلس اللي احنا هنشرحه النهارده، وفي الانيروبيك وهو الكوليستيريا. بالنسبه للتاكسونومي اوف جينس باسيلس، تتبع طبعا عارفين دومين بكتيريا: فايلم فيرميكيوتس، كلمة فيرمس باللاتيني يعني هارت، كيوتس يعني سكن، لكن انا المقصود بيها السيل وول. كلاس باسيلاي، اوردر باسيلياليز، فاميلي باسيليسي، واخيرا جينس باسيلس. بالنسبه للجنرال كاركترز اوف جينس باسيلس، طبعا احنا قلنا ان هي جرام بوزيتيف، رود شيب، اندوسبور فورمينج، او بنقول عليه اندوسبور فورمينج عشان نفرقه من الاكسوسبور بتاعت الفنجاي. وطبعا زي ما احنا خدنا في جنرال بكتيريولوجي، السبورز فائدته ان هو بيخلي البكتيريا مقاومه للهيت والكولد، راديشن، ديسيكيشن وديسانفكشن. طبعا السبورز بيبقى موجود في يا اما في الانفايرمنت او في الكالتشر على الطبق، لكن طبعا مش موجود في داخل الهيومن او الانيمال. ايروبيك اور فاكالتيتيف انيروبيك. قبل ما انسى، وانا بعمل كلاسيفيكيشن للجرام بوزيتيف باسيلاي، احنا قلنا ان في ايروبيك وفي انيروبيك. طبعا المقصود بكلمه ايروبيك هنا في الكلاسيفيكيشن مش ستريكت ايروبيك زي التي بي، لا، يعني هي غير الكلوستيديوم. كل السبور فورمينج اللي هي انيروبيك هي الكلوستيديوم، وما دون ذلك بين قوسين نعتبر مجازا ايروبيك، يعني الاكسجين مش ضار ليها، ومنها الباسيلاي. طبعا هي موجوده في كل حته، في الدست والسويل والووتر. وبعض انواع من الباسيلاي تبقى هارموفول للبلانت والهيومن والانيمالز، بتسبب باسيلياس سيرياس، معروفه ان هي بتعمل سبويلج للفود، وكمان بتعمل فود بويزنينج. الباسيلس ساتلس دي بتبقى موجوده كومن كونتامينت في اللابراتي كالتشر، يعني اي كونتامينيشن يحصل عندك في المعمل فبتبقى رقم واحد جينس باسيلس، وبالتحديد باسيلس ساتلس. طبعا في بعض انواع من الباسيلاي هايلي باثوجينيك، سواء للانيمال زي باسيلس انثراسس اللي بتعمل انثراكس في الانيمال، وبرضو بتعمل انثراكس في الهيومن ديفرنت فورم، سواء الكوتينيوس او الريسبيراتوري او الدايجستيف فورم. الصوره دي بتوضح جينس باسيلس تحت الميكروسكوب ويز سبورز. زي ما انتم شايفين هنا البكتيريا باسيلاي اخده لون دارك فايولت، وفيها سبورز. سبورز دي احيانا بتبقى موجوده داخل الخليه زي ما انتم شايفينها لوحدها او لوحدها، زي ما انتم شايفين في الصوره. في صوره سبورز داخل الباسيلاي عامله بالجنج اللي هي فيها السهم اللون احمر، وفيها باسيلاي لوحدها بدون سبور، وفيها سبورز لوحدها اخده كارلس. ده بتوقف على الستيج بتاعت الجروس في المعمل او على الطبق. يعني في البدايه بيبقى كل البكتيريا في جيتيتيف، بعد كده بعد يومين ولا حاجه بيحصل سبور فورمينج. لو انت سبت الطبق مده كبيره بيبدا معظم البكتيريا بتتحول لسبور فورم. بالنسبه للمايكروسكوبيك اكزامينيشن ريبورت، زي ما احنا متعودين الستين يوز هنا جرامز ستين، ومن فضلك الجرامز تكتب كابيتال لان دي اسم عالي. الكالر فايروت، الستيرنج اكشن هنا جرام بوزيتيف، الشيب باسيلاي ويز كالرليس سبورز، دي مهمه ودي اللي هي بتبقى بتميز جينس باسيلس. السايز لارج،
باسيلوس يعتبر من لارج سايز بكتيريا. الارنجمنت هنا ممكن يكون سنجل او بيرز، لكن غالبا بتبقى تشين. انا نسيت اقولها في الصوره اللي فاتت اللي هو مصبوغه بجرامستين، ان معظم الباسيلاي او جينوس باسيلوس بيبقى متواجد في تشين، ممكن 2 لـ3 تشين. وطبعا عارفين طبعا باسيلوس انثراسيس بتبقى كاركترستيك بحاجه بنسميها المكفيديان رياكشن، لكن دي مش موجوده حاليا. ونقطه مهمه جدا برضو الفرق بين الباسيلاي بتاعت الباسيلوس انثراسيس والاذر باسيلوس، ان الاند بتاعتها بتبقى ترانكيت، اما كل الباسيلوس ما عدا الباسيلوس انثراسيس بتبقى راوند. الميكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن هنا بقول جرام بوزيتيف باسيلاي ويز كالرليس سبورز.